قالت حركة النهضة التونسية قبل انطلاق الدورة 30 لمؤتمر مجلس شورى الحركة الاستثنائي، قالت إنها ستتخذ موقفا واضحا من الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس مجلس شورى الحركة إنها ستكشف في ختام اجتماع حاسم لها اليوم عن مرشحها للانتخابات، سواء كان من داخل الحركة أو من خارجها. وموقف النهضة أهميته في أنه ليس النهضة وين تكون في الرئاسية، المهميته أنه كيف يكون الحكم بعد 2019، لأن السؤال في النهضة ليس من يحكم تونس فقط، وإنما كيف نحكم تونس. سنواصل التوافق، سنواصل الشراكة، سنبحث على الرئيس اللي يجمع التوانسة ويحترم الدستور ويكون وفي للثورة، للديمقراطية، للهوية العربية الإسلامية، للعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات، ويعطي أمل للتونسيين. فإحنا حققنا تقدم معناتها في انتقادنا الديمقراطي، نحب نتوجوه بنجاح الانتخابات. ومن العاصمة التونسية ينضم إلينا مراسلنا علي القاسمي. علي، هل أصبح واضحا أي من الأسماء التي قد تطرحها أو يطرحها حزب النهضة حتى الآن، حركة النهضة، وهل إن كانت من داخل الحركة أو من خارجها؟ مساء النور. مع الاجتماع مجلس شورى حركة النهضة ما زال متواصلا حتى الآن، وهو اجتماع مغلق في مدينة الحمامات. الأصداء تقول أنه لا يوجد هنالك توافق حول الذهاب إلى ترشيح أحد رجالات الحركة أو تزكية أحد المرشحين من خارج الحركة. هناك انقسام يبدو شديدا بين مكونات حركة النهضة في اجتماعها. هناك شق يدعو إلى ضرورة المشاركة والنزول بثقل الحركة في الانتخابات الرئاسية عبر مرشح من داخل الحركة، وهناك من يدعو إلى تزكية أحد الشخصيات الأخرى. هذا هناك أيضا حديث عن أو صعوبة اتخاذ هذا القرار بالعودة إلى ما حصل في الأسابيع الأخيرة، وهو بعد وفاة الرئيس البلجيكي قايد سبسي والاضطرار إلى تقديم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. الجميع وجد نفسه أمام حسابات غير منتظرة، وهنالك ارتباك حقيقة مسناه عن العديد من قيادي الحركة في تحديد الموقف من الانتخابات التشريعية. حركة النهضة أصدرت بيان منذ قليل تقول أنها ستعلن يوم غدا الساعة 10 صباحا في مقرها بموبليزير عن موقفها النهائي من الترشيح أو المرشح الذي ستدعمه في الانتخابات الرئاسية. هناك أحزاب أخرى أيضا رهنت الإعلان عن مرشحيها بحزب النهضة، برأيك هل هذه الأحزاب ربما تنتظر قرار النهضة إما لتأييدها أم ربما لمخالفتها وترشيح أسماء ربما تكون أقوى من تلك التي سترشحها الحركة؟ فعلا هنالك انتظار وانتظار متبادل، خاصة من بعض الأحزاب الكبرى، حركة النهضة، نداء تونس، تحيا تونس، الجميع ينتظر ويترقب في من ستكون له المبادرة في هذا الأمر، خاصة أن هذه الانتخابات ونتائجها ستحدد بشكل كبير ربما خريطة الحكم في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد الانتخابات الرئاسية. هنالك عديد الأحزاب فعلا تربط مرشحيها بموقف حركة النهضة، وكذلك حركة النهضة أيضا تربح الوقت حتى في انتظار وضوح المشهد، وهو ما أكده عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى بأن المشهد ما زال ضبابيا، ولكن هنالك تتضح الرؤية شيئا فشيئا مع ظهور المرشحين. شكرا لك مراسل التلفزيون العربي علي القاسمي من تونس.